كمان بنعاني من سوء تغذية في الأطفال وفي النشء وفي فئات مبكرة من الشباب. طب أين هذا الدعم للسلع الأساسية للمواطن؟ غير موجود أو لا يشعر حضرتك موجود. الأول قطاع تم تحريره قطاع الزراعة، ودي في أمريكا والدول الغربية لا زال هذا القطاع يتم دعمه من الحكومة. النهاردة الفلاح مش قادر يصرع ليه، بيتحكم فيه تاجر الأسمدة وتاجر البذور وتاجر المبيدات، وكمان مش لاقي عمالة. ليه الناس هجرت الريف المصري حضرتك؟ لأن البيئة طاردة وجم كلهم قاعدين في شوارع القاهرة بيبيعوا سلع صينية مهربة لم يتم دفع جمارك عليها. يعني كل السلع اللي بتشوفيها حضرتك في الميادين دي أغلبها دخل بطريقة غير شرعية، أصلا هي تتنافى مع المواصفات القياسية للمنتج. بالزبط. يعني الواحد بيستغرب هي إزاي دخلت وإزاي بتتباع. أنت حضرتك لو رحت ميناء العين السخنة المحوري، معلش أنا هقول أنا عندي الصراحة جميل، لو شفتي التاجر اللي داخل يطلع البضائع دي من جوه وهو اللي بيستورد، هو اللي بيضع السياسة الاستيرادية لمصر، نازل من عربية أحدث موديل ولابس شبشب في عز الشتاء، حاجة هو ده اللي بيصنع السياسة الاستيرادية لمصر. الألعاب النارية بتاخد مننا حوالي 10 مليار دولار سنويا، دي كلها المفروض بتخش مصر، دخلت ازاي؟ لا هو احنا كمان ما عندناش يعني قائمة بالسلع المفروض نستوردها والسلع المفروض تصنع محليا، لان احنا بنستورد سلع لا قيمة لها. بالظبط حضرتك. وبيدفع فيها اموال طائلة وبتباع باسعار عالية جدا، والمواطن بيشتري في النهاية حتى يعني حتى جودة المنتج لا تتناسب مع السعر المدفوع فيه. فهي الفكرة انه هذه المنظومة هل هناك حتى بدايه لضبطها او التفكير في اعاده هيكلتها مره اخرى؟ انا بقول ان الناس اللي قاعدين في المنافذ الجمركيه دول عليهم، وبعدين الدوله على فكره بتديهم مرتبات كويسه. بس الدوله لازم تضع ضوابط. بالظبط. يعني هي الدوله هي تضع ضوابط وبعدين الموظف يقوم بتنفيذها. بعض الزملاء هناك بيقولوا انه في جابوا اجهزه حديثه للكشف عن الحاويات، انت عارفه الحاويه بيفتح الباب بتاعها فبيكون حاطين سلع كويسه من ورا والسلع الرديئه كلها من قدام، فبيبص فيها وخلاص كده. جابوا اجهزه حديثه، الموظفين عطلوا هذه الاجهزه مع انها متكلفه ملايين الجنيهات علشان ايه؟ يشتغل التهريب كما هو. احنا بنستورد، لو ظبطنا لو تم ضبط الاستيراد هنوفر مش اقل من 30 مليار جنيه مصري سلع ليس لها قيمه. انت حضرتك بنجيب السلع الصينيه، اول ما تحط الفيشه في الكهرباء بتضرب الجهاز بيضرب خلاص. يبقى مصر خدت سلعه دفعت ثمن سلعه محدش يستخدمها، وبعدين السلع دي كمان بتدمر المصانع المصريه. النهارده كل اللي واقفين في الشوارع بيبيعوا سلع صينيه. وبعدين المصانع المصريه في مصيبه كبرى، ان المصانع المصريه مش لاقيه عماله علشان تشتغل. محدش لاقي عماله لان الاجور ضعيفه. لا والله. طب اقول لحضرتك حاجه، في محافظه السويس كان في السنه اللي فاتت اعلنت عن عمال نظافه ب 1500 جنيه. مش وحشه. محدش يقترب يعني من الحد الادنى. ما فيش حد. المصانع بتدي 2000 جنيه، وفي مصانع بتدي وجبه غذائيه، وفي مصانع بتوفر وسيله مواصلات. طب ليه برايك؟ ما هم واقفين في الميادين بيبيعوا وبيكسبوا، لك انا ايه اللي خليني اروح هناك؟ او قاعد على القهوه مع شحن المحمول ومع علبه السجاير وخلاص ما بيشتغلش. الظاهره انه في بعض كثير من رجال الاعمال قرر انه يشغل نساء فاستبدل الرجاله بالنساء. فالعمليه احنا عندنا هي المنظومة على فكرة، المنظومة يعني احنا بنتكلم عن الحد الأدنى والأقصى الأجور كأحد خطوات العدالة الاجتماعية. طب بقية المنظومة بقية الخطوات، ما احنا كده يعني المنظومة فعلا محتاجة إعادة نظر. الحكومة لابد وأن تكون لها رؤية في كل المجالات. يا سيدتي الفاضل، لا زال الوزراء والمحافظين والمعاونين كلهم بيجوا من المعارف والأقارب والمحاسيب. أن نحن يا سيدتي لا نستعين بأهل العلم وأهل الكفاءة وأهل الخبرة. علماء مصر يملؤون الأرض شرقا وغربا، ما حدش بيستعين بيهم. بالعكس، ده لما بيكون واحد عنده رؤية وعنده معرفة وعنده علم يستبعد. ليه؟ ده هيقفل الأبواب الرزق اللي جاية من الأبواب الحرام كلها. فإحنا الخطأ الفظيع عندنا أنه يستعان بعديمي الخبرة وعديمي العلم اللي هم الأقارب والأصدقاء والمحاسيب. طيب لو إحنا بنتكلم دلوقتي عن عدالة اجتماعية وعدالة انتقالية في فترة ما بعد الثورة، برأيك
ايه هي اول الخطوات اللي لازم نبتدي بيها؟ هل حضرتك شايف انه موضوع الحد الادنى والاقصى الاجور محتاج اعاده نظر؟ السلع الاستهلاكيه محتاجه دعم، الاسواق محتاجه رقابه، اين هي البدايه؟ البداية حضرتك إصلاح الموازنة العامة للدولة، والخلل اللي وجد فيها من 2006 حتى الآن ده لابد من إصلاحه، هيوفر مليارات الجنيهات. تاني حاجة لابد يكون عندنا ثقافة، يعني بمعنى إيه حضرتك؟ إنه مش معقولة أنا كتاجر أكسب على حساب الناس، حرام. فلا بد يكون عندنا ثقافة. إحنا بنتكلم عن دور الدولة. الدولة غائبة حضرتك في كل المجالات. الدولة من 25 يناير حتى الآن غائبة تماما عن كل شيء. فوضى المباني حضرتك في المناطق الرائية دلوقتي، كل العمارات بيتم تعليتها أو إزالتها وعمل أبراج مكانها. ما فيش النهاردة هتروح تعملي محضر في الاسم، ما حدش فيش استجابة. تشتكي من الأسواق ورفع الأسعار، ما فيش حد بيستجيب. الدولة غائبة تماما، وأرجو إنها الدولة ترجع تاني وبسرعة. علشان يعني أقول لحضرتك حاجة، لما الفريق السيسي قال للشعب قوموا اطلعوا علشان الدنيا تفويض، الشعب اعطاه تفويض، التفويض ده لابد ان الشعب الحكومه ترد الجميل للشعب، انها تنظر الى مصالح الشعب شويه وبلاش النظره الى مصالح الناس الكبار فقط لا غير دون الناس الصغيرين. فاحنا عاوزين الدوله ترجع وبقوه تراقب الاسواق. ما فيش رقابه، الرقابه منعدمه في الاسواق حضرتك. ما احنا مش مواطنين وبنشتري. بس هم كانوا عملوا يعني كان طلعت تصريحات بين تصريحات كثيره ورنانه وعندنا تصريحات. احنا يعني انا فاكر ان يوسف وائل عمل تصريحات في اصلاح الاراضي الزراعيه، تصلح الاراضي الصحراويه بتاعت مصر والسودان. كل شوية اللي صلحنا مليون فدان، صلحنا 2 مليون فدان، 4 مليون فدان، وفي النهاية هم اللي بتوع التصريح دول هم اللي بتقرروا في التصريحات اللي باقية إلى ما لا نهاية. فيعني تصريحات المسؤولين، أرجو إن كل مسؤول يتقي الله في التصريحات اللي بيقولها، علشان الشعب المصري برضو يعني شبع تصريحات رنانة وخطب نارية وفي النتيجة مفيش أي حاجة. بنتمنى من ضمن صوتنا صوت حضرتك، لان هو ده المطلوب في الوقت الحالي الحقيقه. ابسط مقومات الحياه للمواطن لابد ان تكون متوفره. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد محمود، رئيس قسم الاقتصاد وعميد كليه التجاره بجامعه السويس. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا حضرتك.